خلاص تطمني، الامور بتنحل ان شاء الله. ايش اللي تطمني؟ قولي الحين وش صار. شوفي، اذا خالك على علاقه مع بنت اعداء جدك براحته، في حياته يعيشها زي ما يبي، حنا علينا بنفسنا. زين انا الحين ايش المفروض اسوي؟ اللي تسوينه بكل بساطه انك تقطعين علاقتك ببنت البهتاني، يعني من اليوم ما في دروس رقص. هذه شهد. طيب قفلي بوجهها. قفل فجها بكل بساطه كذا؟ هي بكل بساطه قفلي بوجهها. لا لا انت ما تعرف شهد، تقعد تدق 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 الين ما رد. طيب رد عليها وقولي لها انا ما راح اجي. ردي، ايش فيك متردده؟ ردي. خلاص خلاص. طيب الو، وينك يا ابو حبيبتي؟ ليش تاخرتي؟ لا عادي ما في شيء، بس احس اني تعبت فجاه وما راح اقدر اجي اليوم كلاس. شكلي ايش فيك؟ ما تشوفين شر سلامتك؟ لا لا عادي ما فيني شيء، بس بصراحه انا كل الفتره الجايه ما راح اقدر اجي الكلاس. ليش؟ فيك شيء؟ صاير معك شيء؟ لا لا عادي ما في شيء، بس كذا احتاج ارتب وقتي شوي وارتب اموري، وانا برجع ادق عليك احسن. اوكي خذي راحتك، مع السلامه. طيب اوكي باي.